للمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا هاتفيا الدكتور أحمد سيد أحمد الخبير في العلاقات الدولية. دكتور، بعد التحية، مصر نفت وبشكل قاطع المشاركة في قوة عربية تابعة للأمم المتحدة للسيطرة على المعابر مع غزة. كيف ترى ذلك في ضوء التأكيد المصري الدائم على تمسك الإدارة الفلسطينية للجانب الفلسطيني من معبر رفح؟ في الواقع أن مصر عبرت عن موقفها بوضوح أن معبر رفح ومعبر فلسطيني مصري، ورفضت مصر ما تقوم به إسرائيل من سياسة الأمر الواقع واحتلال المعبر، وبالتالي وقفت مصر ضد كل محاولات إسرائيل لتغيير الواقع على معبر رفح وشرعنة هذا الاحتلال المرفوض، ولذلك طلبت مصر وأكدت على موقفها الثابت فيما يتعلق بهذا الأمر، وأيضا فيما يتعلق بوضع غزة ووضع المعابر أنها تكون في إطار الحل السياسي الشامل، في إطار الإدارة الفلسطينية لمعبر رفح، خاصة من الجانب الفلسطيني. ومن ثم وجود إسرائيل هو يتحمل الجانب الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن عدم إدخال المساعدات إلى قطاع غزة، يتحمل المسؤولية كاملة أيضا عن استمرار هذا التصعيد واستهداف الشاحنات ومنع المساعدات الإنسانية. وبالتالي مصر في إطار ثقة أولويات الدولة المصرية هو وقف نزيف الدم الفلسطيني من خلال رعاية المفاوضات التوصل لاتفاق دائم لإطلاق النار، وبالتزامن أيضا ثقة أولويات الدولة المصرية وهو وقف المعاناة الفلسطينية، مصر دائما مع كل الخطوات التي تمكن من إدخال المساعدات وتخفيف العبء عن الفلسطينيين. ويظل العقبة الأساسية هو الجانب الإسرائيلي باحتلال معبر رفح، باستمرار عدوانه على المدنيين، باستهداف الشاحنات والمساعدات الإنسانية، بغلق المعابر. هناك أكثر من 7 معابر بين إسرائيل وقطاع غزة، وبالتالي إسرائيل تتحمل المسؤولية الكاملة كقوة احتلال عن الأوضاع الإنسانية. وأيضا إسرائيل لا يمكن أن تمرر أو تحاول تمرير أي مخططات أو فرض أمر واقع في قطاع غزة، باعتبار أن قطاع غزة هو جزء من الدولة الفلسطينية والتصور السياسي. ولذلك جاء النفي المصري القاطع بعدم مشاركة مصر في أي قوة عربية تبع الأمم المتحدة، لأن مستقبل غزة يكون في إطار الحل السياسي الشامل، في إطار أن يكون هناك إدارة فلسطينية، في إطار انسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة وإنهاء احتلالها لمعبر رفح، لأن في نهاية المطاف إسرائيل كقوة احتلال تنتهك كل القوانين، هي المسؤولة أمام القانون الدولي، المسؤولة أمام المجتمع الدولي عن هذا الوضع الإنساني الكارثي وتفاقم معاناة قطاع غزة في ظل التحديات الكبيرة والأوضاع الكارثية غير المسبوقة مع استمرار إسرائيل في سياسة الجحيم، تحويل غزة إلى مكان لا يمكن العيش فيه من خلال قطع المياه والكهرباء والدواء والغذاء، في إطار مخطط خبيث لتهجير الفلسطينيين قسرا وتصفية القضية الفلسطينية، وهو ما تصدت له مصر حقيقة منذ اليوم الأول للعدوان الإسرائيلي. ولذلك جزء أساسي وراء هذه الحملات الإسرائيلية وهذه الادعاءات وهذه الافتراءات وهذا الهذيان الإسرائيلي هو نتاج هذا الموقف الصلب الصامت لمصر تجاه مخططات إسرائيل، لأن مصر هي صمام الأمان للقضية الفلسطينية. مصر تسير على كل المستويات، المسار السياسي وقف عمل الحل الدولتين والحل السياسي، وهو ما دفع دول العالم الآن تتكلم عن أهمية الحل السياسي والتماهي مع المقاومة المصرية. بالتوازي على المسار الأمني قدمت المبادرات والمقترحات لوقف دائم إطلاق النار ووقف نزيف الدم الفلسطيني، وبالتزامن أيضا على المسار الإنساني مصر قدمت 87% من المساعدات التي دخلت قطاع غزة. وبالتزامن مع هذه المسارات أيضا الثلاثة، هناك المسار القانون الدولي وتحرك مصر في محكمة العدل وكشف جرائم الاحتلال الإسرائيلي وحاجة الدعم الدولي لدعم الفلسطينيين. هذه المقاربات موقف مصري ثابت منذ اللحظة الأولى، يعني كما ذكرت دكتور أحمد. أشكرك شكرا جزيلا دكتور أحمد سيد أحمد الخبير في العلاقات الدولية على هذه المشاركة، شكرا جزيلا.